نستكمل دراستنا لمنطقة الثوراسيك كافيتي بدراسة الكونتينتس الموجودة فيه، ومن أهمها ما يعرف باسم الميدياستاينم. الميدياستاينم رؤوس موضوعاتنا اللي هنتكلم عليها، الديفينيشن، الاكستنشنز، والكونتينتس. الميدياستاينم ايه هو؟ بكلمات مبسطة هي مجموعة الستركشرز ذات لايز ات ذا ميديم بلين between the two lungs forming thick median septum أو partition، الحاجز من التشوز اللي between the two lungs يسموها مع بعض mediastinum. تشمل group of structures أهمهم الهارت وما يتصل به من blood vessels أو related له من tubes and nerves. The extensions of the mediastinum، يمتد الميدياستاينم superiorly من الروت اوف ذا نيك inferiorly للديافرام، اما من السايدز فهو محصور between two lungs and pleura. طيب دلوقتي نبتدي نتكلم على divisions of the mediastinum. in sagittal section، يعني احنا across the sagittal plane بنقسم الانسان لنصين. احنا هنبص دلوقتي للانسان من خلال سيكشن اسمه ساجيتال سيكشن، هننظر من الليفت هاف بتاعه، ننظر من الليفت سايد، فهنجد الاسترنم انتيريورلي، الاسترنم باجزائه الثلاثه المعروفه، الابر بارت اللي هو المانوبريم استرناي، والميدل بارت اللي هو البودي اوف ذا استرنم، واللور بارت اللي هو الزيفويد بروسيس. العظمه ديت موجوده انتيريورلي. اما من الخلف فكان يوجد الفيرتيبرال كولم باجزائه من الثوراسيك فيرتيبلي. لو احنا اخذنا الميجنري لاين هيمشي يمتد من الابر بوردر اوف ذا مانوبرا ميسترناي الى الابر بوردر اوف ذا فيرست ثوراسيك فيرتيبرا. هذا الميجنري لاين هيمثل الثوراسيك انلت وهو يمتد سوبيريورلي مع الروت اوف ذا نيك. اما انفيريورلي من الباك اوف ذا زيفويد بروسيس فهنجد الديافرام متصل من الخلف بالفيرتيبرال كولم. الديافرام بيمثل الاوتلت اوف ذا ثوراكس او النهايه السفليه للميدياستاينم. هنبتدي نرسم ايميجينري لاين يطلع من الاسترنال انجل اللي هي المانوبروسترنال جانكشن او الانجل اوف لويس. هذا الايميجينري لاين يمتد بوستيريورلي، هيصل الى الديسك بتوين ذا فورث اند فيفث ثوراسيك فيرتيبري. من خلال هذا الدياجرام هنجد ان الميدياستاينم از ديفايدد الى تو مين بارتس. سوبيريور ميدياستاينم يقع ابوف ذا ايميجينري هوريزونتال بلين الممدود عبر الاسترنال انجل واللي كان واصل الى الديسك بتوين ذا فورث اند فيفث ثوراسيك فيرتيبري. ده من تحت، ومن فوق بالثوراسيك انلت اللي هو الابر ايميجينري لاين، فيسموا هذا الجزء من الميدياستاينم سوبيريور ميدياستاينم، وما تحته هو الانفيريور ميدياستاينم اللي يقع بلو ذا ايميجينري بلين الممتد عبر الاسترنال انجل وانفيريورلي حتى الديافرام اللي هو الثوراسيك اوتلت، وهو محدود بالامام anteriorly الى البودي اوف ذا sternum and the foot process، ومن الخلف ب lower part of the thoracic vertebrae اللي هي جزء من الفيرتيبرال كولم. يسموا هذا الجزء الانفيريور ميدياستاينم، هيرجع يتقسم بالهارت الى ثلاث اجزاء، الى anterior mediastinum يقع between the heart and the body of mediastinum، فيسموا مجموعة soft tissues اللي تشغل هذه المنطقة باسم anterior mediastinum، ونسمي الهارت والبيج فيزلز اللي ماسكة فيه هي الميدل mediastinum. اما البوستيريور mediastinum فتشمل مجموعة الستركشرز اللي تقع behind the heart in front of the vertebral column يسمى posterior mediastinum. الآن احنا هنبتدي ناخد part part نتكلم عليه، فالآن نبتدي بالsuperior mediastinum. السuperior mediastinum بنفكركم الجزء اللي كان واقع وراء المانوبريم استرناي. الكونتنتس بتاعته هنقسمها لثلاث مستويات.
المستوى الاول عباره عن anterior layer هي فيها remnants of thymus gland. ايه thymus gland ديت؟ ديت واحده من اكبر الليمفويد تشو في الجسم. دي تبقى well developed في الاطفال حتى سن 8 سنوات. بعد سن 8 سنوات بتبتدي يحصل لها spontaneous او gradual atrophy. المستوى الثاني فكان فيه 10 10 big vessels و 6 nerves يسموا الميدل layer من السوبيريو ميدياستاينم، هي الفاسكولو نيرفاس لاير لانها بتحتوي على 10 بيج بلاد فيزلز و6 نيرفز. اما المستوى الثالث من البوستيريو ميدياستاينم فهي البوستيريو لاير، فهي عباره عن 3 تيوبس. طيب احنا الان هنستعرض اسماء هذه الاستراكشرز ثم نتعرض تفصيلا للديسكريبتيف اناتومي بتاعها من خلال هذا الدياجرام. ده المانوبرا مسترناي. المانوبرا مسترناي احنا هنا مشففينه علشان نظهر ما حوله من الاستراكشرز اللي بتمثل السوبيريور ميدياستاينم. اذا شلنا سايمس جلاند فهناك البلد فيزلز العشرة كانوا كالاتي: الارش اوف اورتا، ادي الارش اوف اورتا ومتصل بيه 3 بيج برانشز خارجين منه اللي هم الليفت سبكليفيان والليفت كومن كاروتيد والبريكيوسيفاليك ترانك اللي هو الاسم القديم بتاعه النومينيت ارتري. دول 3 بلاد فيزلز اللي اتاشد للأورطة. ادي كده 4 فيزلز. طيب في عندي 2 بيج فينز ليفت بريكوسيفاليك هيتحد مع الرايت بريكوسيفاليك ويكونوا السوبيريور فينا كيفا. كده عندي 7 بلاد فيزلز. نكمل 10 بلاد فيزلز بالبالمونري ترانك والتو برانشز بتوعه، يبقى كده 10 بلاد فيزلز بتمثل الفاسكولار كومبوننتس او الفاسكولار كونتنتس اوف ذا سوبيريور ميديا ستاينم. اما بخصوص النيرفس فهنا هنجد الفيجاس الفرينيك نيرف. الفرينيك نيرف انا عندي واحد ليفت وعندنا واحد رايت، ثم الفيجاس نيرف عندنا ايضا واحد ليفت وفي عندنا واحد رايت، ثم البرانشز اللي خارجه منهم اللي هي في بعد كده سمباثيتك ترانك ديت مور بوستيريور ما نقدرش نشوفها هنا، ثم البرانشز اللي خارجه من الفيجاس نيرف والسمباثيتك ترانك هتكون كاردياك وبالمونري واسوفجيال. دي 3 اوتونوميك بلكسسز، دي بتبقى لايز ديبلي شويه وما نقدرش هنتعرض لها بعد كده في دياجرام مفصل. طيب اللاير الثالثه اللي كان فيها 3 تيوبس، فكان اول تيوب هي كارتليجنس تيوب اللي اسمها التراكية، ورا منها ماسكولار تيوب اسمها اسوفيجاس، قاعد على الليفت سايد بتاعهم ليمفاتيك تيوب او ليمفاتيك فيزل واسمها الثوراسيك داكت. ديت كانت الكونتنتس اوف ذا سوبيريور ميدياستاينم ان جنرال. الان نبتدي نتعرض ليهم واحد واحد ونمسك اول واحد اللي هو الاورطه. هنا كان الارش، لكن في بدايه الارش اوف اورطه كان بلاد فيزل مهم جدا اسمه الاسيندنج اورطا. رؤوس موضوعاتنا اللي هنتكلم فيها البيجيننج الكورس اللينس الاند الريليشنز اند البرانشز لهذا الامبورتانت بلاد فيزل اللي هيمثل بدايه الارش اوف اورطا واسمه الاسيندنج اورطا اللي هو خارج مباشره من الهارت. في هذا الدياجرام هذا المانوبرا مسترناي الابر بارت اوف ذا استرنم، تحت منه البودي اوف ذا ستيرنم بس احنا قاطعين جزء منه. المانوبرو ستيرنال جانكشن يسموه ستيرنال انجل او انجل اوف لويس، ودي كانت تناظر السكند كوستال كارتليج من السايدز ومن الخلف تناظر السبيس بتوين او الديسك ان بتوين ذا فورث اند فيفث ثوراسيك فيرتبري. الاسيننج اورطا انا عاوز اتكلم على البيجيننج بتاعه. يبتدي الاسيننج اورطا ات ذا اورتيك اورفيس اللي خارجه من الهارت. تقع الاورتيك اورفيس عند نقطه، هذه النقطه عند الليفت ثيرد انتركوستال سبيس. الاسيننج اورطا هيمشي كورس اوبليكلي ابوردز اند تو ذا رايت، والكونتينيويشن بتاعه بيكون الارش اوف اورطا. اما النهايه بتاعته الاند يبلغ طول الاول حوالي 2 انشز، والاند بتاعته تقع نهايه الاسيننج اورطا عند الرايت مارجن اوف ذا سترنال انجل حيث الكونتينيويشن بتاعه
اللي هو الارش اوف اورتا. الاسينج اورتا عند بدايته يحتوي على 3 جيوب او في جداره 3 جيوب، كل جيب بيسموه اورتيك ساينس، فلو 3 اورتيك ساينسز، هي عباره عن دايليتيشنز، انتفاخات في قلب الوول نفسها، واحد انتيريور وتو بوستيريور اورتيك ساينسز. دي كانت بداية ونهاية الكورس of the ascending aorta. الريليشنز هتوضح بصورة اكتر مع بقية البلد فيزلز في دياجرام مكرر هنتكلم عليه في الدياجرامز اللي جاية. البرانشز اللي خارجة من الاسيندنج اورتا كانوا two very important arteries، واحد يخرج من الانتيريور اورتيك ساينس اللي اسمه رايت كورونري ارتري، والتاني من الليفت بوستيريور اورتيك ساينس اللي هو ليفت كورونري ارتري، وده المين بلاد سبلاي تو زي هارت. طيب الان نتعرض انظر بلاد فيزل اللي هو البالمونري ترانك. رؤوس موضوعاتنا نفس الكلام، بيجينينج كورس لينس اند ريليشنز اند برانشز اوف زي بالمونري ترانك. ده الارش اوف اورتا. احنا دلوقتي بنرسم الخريطة التشريحية اللي هتبين لي البالموناري ترانك. الاورتا زي ما احنا عارفين خرج الارش اوف اورتا، خرج منه التلاتة بيج برانشز بتوعه اللي هما الليفت سبكليفيان والليفت كومون كاروتيد والبريكيوسيفاليك ترانك، وكان ماشي عليهم اوبليكلي الليفت بريكيوسيفاليك ترانك اللي كان بيتحد مع الرايت بريكيوسيفاليك ترانك ويكون السوبيريور فينا كيفا. وادي التلاتة تيوبس بتاعتنا، ادي كانت التراكية وكان خرج منها التو تيرمينال برانشز اللي هما ليفت مين برونكاس والرايت مين برونكاس على الناحية التانية، احنا هنشيلها دلوقتي. ورا من التراكية نجد تيوب الاخرى اللي اسمها الاسوفيجاس، ثم بعض من النيرفس of the superior mediastinum، الفيجاس نيرف والفرينيك نيرف. هنا الارتري بتاعنا اللي اسمه البالمونري ترانك. البالمونري ترانك زي من خلال هذا الدياجرام همسحه وارسمه تاني نشوف، ادي البالمونري ترانك وادي البرانشز بتاعته. يخرج البالمونري ترانك من البالمونري اورفيس. البالمونري اورفيس عبارة عن فتحة توجد فيه مدخل الرايت فنتركل عند نقطة تقع عند الاسترنال اند اوف ذا ليفت سيرد كوستال كارتليج. البالمونري ترانك زي ما احنا شايفين في هذا الدياجرام، البالمونري ترانك هيمشي ابوردز اند تو ذا ليفت سايد، ماشي ابوردز وايضا ماشي باكوردز متجها الى الليفت سايد، باسنج فروم ذا فرونت اوف اسيندنج اورتا تو بيهايند ذا ارش اوف اورتا. يعني بدايته كانت ان فرونت ونهايته كانت ورا، يعني ماشي من قدام الاسيندنج اورتا وانتهى تحت الارش اوف اورتا بانه تفرع للتو تيرمينال برانشز، الرايت بالمونري ارتري اللي مشي تحت الارش اوف اورتا، وكذلك الليفت بالمونري ارتري اللي مشي تحت الارش اوف اورتا، ورايحين في طريقهم الى التو لانجز. طيب نهاية البالمونري ترانك، البالمونري ترانك ده كان طوله ايضا 2 انشز 2 انشز زيه زي الاسيندنج اورتا. نهاية البالمونري ارتري او البالمونري ترانك كانت below the arch of aorta، عند lower border of the arch of aorta، يعني عند الاسترنال انجل، يعني عند السبيس او الديسك between the fourth and the fifth thoracic vertebrae، اتفرع للفرعين بتوعه لما الرايت بالمونري ارتري والليفت بالمونري ارتري. اذا كنا نتكلم على الريليشنز اوف اسيندنج اورتا هتاخدني للريليشن الريليشن بالمونري ترانك، هي نفسها الريليشنز اوف اسيندنج اورتا. البالمونري ترانك يقع ان فرونت اوف اسيندنج اورتا، يبقى دلوقتي يبقى بوستيريور ريليشن للبالمونري ترانك فهنجد الاسيندنج اورتا.
بس الاسندنج اورتا من تحت، من فوق شويه هنجد عندنا الليفت اتريوم. طيب انتيريورلي مين اللي مغطي عليهم هنا؟ مين اللي مغطي على البلمونري ترانك من قدام؟ من قدام انا مش شايفه، فهنجد في عندي البريكارديوم هو جزء من الهارت والليفت لانج. طيب الرايت بالمونري ارتري والليفت بالمونري ارتري اللي هي البرانشز اوف ذا بالمونري ترانك، اذا عملنا مقارنه بين الاثنين هنجد ان الرايت بالمونري ارتري از لونجر ذان ذا ليفت بالمونري ارتري. الرايت بالمونري ارتري لايز هوريزونتال، اما الليفت بالمونري ارتري لايز اوبليك. ده ماشي ترانسفيرس وده كان ماشي اوبليك. الرايت بالمونري ارتري كان راح للرايت سايد ناحيه الرايت لانج، عدى بين حاجتين اتنين، عدى بتوين، عدى ورا الاسندنج اورتا ان فرونت اوف ذا رايت برونكاس اند اوسوفيجاس. اذا هذا الارتري اللي هو الرايت بالمونري ارتري محصور بتوين ذا اسندنج اورتا من قدام والرايت برونكاس والاوسوفيجاس من ورا. طب الليفت، الليفت بالمونري ارتري راح متجه للليفت لانج بس كان محصور بتوين مين؟ مشي قدام حاجتين اتنين، مشي قدام الليفت برينسيبال برونكاس ومشي ورا الارش اوف اورتا. يبقى كانت حدوده الاماميه انتيريور باوندري الارش اوف اورتا والليجامنت اللي مغطياه اللي اسمها ليجامنتم ارتريوزم، اما من ورا فكان رانينج اوفر ذا ليفت برينسيبال برونكاس. ديت كانت البيجنينج الاند اللينس الامبورتنت ريليشنز اند برانشز اوف ذا بالمونري ترانك، وخدنا معها الاسندنج اورتا.